قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان وحدة المسيحيين بين المرجو والمنشود. تناولت الحلقة مفهوم الوحدة التي هي نعمة لا تتحقق إلا بالصلاة، ومحبتنا لبعضنا بعضا واحترام الآخر بثقافته ومعتقداته والتفاف الشعب حول السيد المسيح. فإلى هنا، يعني نحن لما منحكي عن الوحدة ولما منطلب الوحدة نحن ما عم نلغي الآخر وما عم نذوب حدا على حساب حدا، نحن عم نطلب الوحدة تنصلي معا. هلأ بغض النظر عن الاختلافات، ممكن اختلافات شعائرية، تقاليد كنسية، طقسية، ممارسات في الكنيسة، لكن احنا الجوهر واحد، هو المسيح يسوع المسيح واحد. لازم نحن نحترم الآخر بغض النظر عن اختلافه. انت متوافق معاه بالفكر، موافق معاه بفكرة، او موافق معاه بالرأي، او مختلف عنه بالرأي. عندك انت أرثوذكسي، عندك طقسك وعندك ثقافتك الأرثوذكسية، نحترمها. الكاثوليكية، اللاتين، الروم الكاثوليك عندهم طقوسهم، نحترمها. الكنائس الإنجيلية عندهم طقوسهم، نحترمها ككنائس، يعني هي بتتبع نهج معين، لاهوت معين، فبدنا نحترمها. في اختلافات أحيانا بين الأرثوذكس واللاتين، وفي اختلافات بين الأقباط والسريان، بين الكلدان والكاثوليك، بين الأرثوذكس والكلدان، بين الكنائس الإنجيلية والكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. لكن لما احنا بنحكي عن الوحدة ومنتمنى، منقول يا رب نتوحد، نتوحد بالصلاة، نعم، نتوحد بالنعمة، نتوحد انه نحن مسيحنا واحد. هلا هذا في الاختلافات ما رح ندخل فيها، نتركها لرؤساء الكنائس يدخلوا فيها بالمجامع الكنسية، نعم، والاجتماعاتهم، نعم، وفي تاريخ الكنيسة طبعا هي تدرس هذا الاشي، مش مغيبة. يعني في اختلافات نعم نحن واعيين لها، لكن مو الشعب المؤمن هو اللي بيصلح او بيعدل حسب يعني حسب فهمه. لا، في عنا مجامع وفي عنا متخصصين بهاي، نعم، الامور. يعني هو الاصل في الموضوع ان الاختلاف لا يولد الخلاف. طبعا في كل الادبيات والاخلاقيات والفلسفيات اللي اتعاملت فيها ثقافات عبر العصور، وطلعوا البيت الشعر او المقولة اللي بتحكي انه الخلاف لا يفسد الود قضية. نعم. ولكن للأسف في الموضوع الديني وبالذات المسيحي، هذا الموضوع بالذات في للأسف الشديد، بنحكي بعيدها مرتين للأسف الشديد، انه في شحن اتجاه، نعم، هذا الموضوع. يعني لما تختلف العقائد بين الكنائس ويختلف اشياء اساسيه، مش انه احنا بنحكي هذا بفوتوا من الباب اليمين ولا بفوتوا من الباب الشمال، هدول بصلبوا من اليمين لشمال ولا من شمال يمين، لا، في اشياء الحقيقه المتعمق باللاهوت بشوف في اختلافات جوهريه بالعقائد، بالانبثاق، بالنظره للثالوث، في اشياء جوهريه. هلا على الصعيد المحبه، على الصعيد العادي، التعاون مستمر والمحبة موجودة، نصلي لأجل أن نصلي، نعم، نصلي لأجل أن نصلي مع بعضنا البعض، نصلي لأجل، نعم، أن نستطيع أن نصلي مع بعضنا البعض كإكليرس وليس كمؤمنين. اليوم المؤمن اللي بعمان الكنيسة اللي بجنبه بيصلي فيها، إذا كان أرثوذكسي وكاتدرائية القديس جورجيوس بجنب بيته، أنا متأكد ما راح يطلع أسوأ فيه ويأخذ تاكسي بدينار، راح يصلي بكنيسة الكاثوليك. نعم. وإذا كان ساكن الروم الكاثوليك بجنب كنيسة الصوفية، راح يصلي بالصوفية. نعم. فالعلمانية ما في، مش ما بحاجة نصلي عشان وحدتهم، هم متحدين صراحة، ولكن الوحدة لأجل من؟ الكليروس، لأجل، نعم، رؤساء الكنائس إنهم يقدروا يصلوا مع بعض. هلا جاي يعني واحد يحكي لي إنه لما بيجتمعوا رؤساء مجلس الكنائس، نعم، يعني مع بعض، أكيد قبل يبلشوا اجتماعهم معقول ما بيصلوا؟ أكيد راح يصلوا ويباركوا الأكل اللي راح يأكلوا مع بعض. راح نشوفهم بيصلوا مع بعض. راح نشوفهم بيصلوا مع بعض. زي ما عم نشوفهم من 8 سنين وإحنا بنعمل الوحدة، صلاة الوحدة من 8 سنين، يعني كنا نحن مننظمها. هاي السنة أول سنة المجلس رح ينظمه بالضبط، مش يعني النورسات. مش النورسات. فنحن يعني الهدف كان بهالثمان سنين وصلنا له، بعتقد انه لما المجلس هو الذي ينظم هذه الاحتفالية وصلنا.
والراعي الإعلامي نورسات والراعي الإعلامي نورسات ما تخلوا عنا إن شاء الله. لا أكيد 100%. ليه الكنيسة تدعو إلى الوحدة؟ من أجل هذه الآية، ليكونوا واحدا كما أنا والآب واحد. عشان هيك الكنيسة بتصلي من أجل الوحدة، واللي التعليقات اللي بتقول إنه صلاة الوحدة غير جائزة أو صلاة الوحدة غير مقبولة، بدي أقول لك يسوع المسيح اللي بتآمن فيه أنت هو الذي طلبه، مش الكنائس تطلب. يسوع المسيح بناء على طلبه ليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنا والآب واحد، هو اللي طلب نصلي من أجل الوحدة. فهذا مطلب إلهي موجود في الكتاب المقدس للمؤمنين بالكتاب المقدس، فما جايبينه من الفضاء الخارجي أو الكنيسة بتدعته أو بدعة أو هرطقة. أو الصلاة الوحدة هي من يسوع المسيح اللي طلبها، ومن بداية القرن، من 1908 إذا بترجعوا لتاريخ الصلاة من أجل الوحدة. أبونا اليوم الكنائس مجتمعة تحت رعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن تحتفل بصلاة الوحدة، اللي احنا بنحتفل بأسبوع الوحدة اللي هم بين 18 إلى 25، واليوم تجتمع رؤساء الكنائس مع الشعب بصلاة مسكونية بتضم كافة الكنائس. ما رأيك أو تعطينا مفهوم الوحدة، و شو بالنسبة لإلك معنى الوحدة؟ وحدة الكنيسة هي مطلب إلهي في الأساس. نعم. السيد المسيح إجا على الأرض يعطينا كنيسة، إجا على الأرض يعطينا بشرة سارة. نعم. والبشرة السارة ما سلمها لأفراد متناثرين، بل سلمها للكنيسة اللي أسسها، وهذه الكنيسة هي بالأساس واحد. نعم. ومطلب يسوع المسيح وصلاته، الصلاة الكهنوتية، كان عم بيصلي بطلب الآب السماوي ليكونوا بإجماعهم واحدا. نعم. وبما أنه هو مطلب إلهي فلا بد أنه يكون له كل الأهمية، مش بس بأهمية عامة، لا بل كل الأهمية اللي إحنا لازم نهتم فيها. ووحدة الكنيسة بجوز تاريخنا بيحكي لنا قصص كثيرة مما يلغي أو يضر في وحدة الكنيسة، فهذا كان في التاريخ. وكمان في تاريخنا عندنا كثير من الأحداث اللي بتحكي لنا عن وحدة القلب. نعم. على الرغم من كل الخلافات، وإذا حبيتي كمان اختلافات وبأي مصطلح كان، لكن في كثير ملايين من القصص اللي بتحكي لنا عن القلوب المتحدة. ليش؟ لأنه احنا متحدين في الهدف. الهدف هو مجد الله وخلاص النفوس. احنا كلياتنا اذا بنلتف حوالين يسوع المسيح لابد ان تكون قلوبنا كلياتنا ملتفة على بعض.